الراجل ده جاب طبق كده وجاب شوكولاتايه من تحت، بعد كده جاب مارشميلو وقفهم لحد ما مال الطبق، وبعد كده دخلهم الفرن، بعد كده طلع بقى طاجن مارشميلو وكلوا كده بالبسكويت. فيلا بينا نعمله. بما ان النهارده عيد ميلادي طبعا 2022، النهارده عيد ميلادي، هتكون انت بتتفرج على الفيديو ده وانا هكون بحتفل بعيد ميلادي. طبعا انا معيش فلوس واغلبنا برده مش هيبقى معاه فلوس، فالنهارده هنعمل بقى ايه طاجن مارشميلو بسعر رخيص جدا جدا. انا قلت كده ما ينفعش كده اعدي عيد ميلادي غير كده ايه بطاجن مارشميلو كده بسيط كده جميل كده ايه بسعر رخيص. فيلا بينا. جبنا مارشميلو الكيسه عامل 2 جنيه، جبنا منه 3، وجبنا شوكولاتايه بيضه علشان يبقى كله متناسق كده مع بعضه، وجبنا البسكويت اللي احنا ناكل بيه، وطبعا الطاجن. يعني طبعا الموضوع سهل جدا جدا، هتجيب اي طاجن صغير عندك او اي حاجه تدخل الفرن يعني. وهفتح الشوكولاتايه دي، شوكولاته بيضه عادي جدا، انت ممكن تستعمل اي شوكولاته سوداء، ولكن انا قلت برده كارخص دي كانت عامله 2 جنيه. حطيت الشوكولاتايه بتاعتي جوه كده، وبعد كده هفتح كيس مارشميلو. مارشميلو بحب انا اعمل مارشميلو اصلا. طيب المفروض بقى ان احنا بقى نغطي الطاجن ده كده كله مارشميلو، فيلا بينا. ادي الكيس الاول، ادي الكيس الثاني، وادي الكيس الثالث. ده كده بقى شكله كيوت قوي قوي. تعالوا بقى ندخله في فرن. مش هنعلي الحراره قوي، احنا عايزين بس المارشميلو يسيح بس سيكه، مش عايزينه يتحرق، فاحنا ندخله بس كده فرن ايه حبه بسيطه كده، ونرجع ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا بينا. بصوا شكلها بقت عامل ازاي بعد ما دخلتها الفرن. على فكره ما عدتش 5 دقايق تقريبا، وطلعتها بسرعه عشان ما تتحرقش من فوق. بصوا الشكل عامل ازاي. طيب دلوقتي بقى عشان احتفال العيد ميلادي هابي بيرث داي، ونحطها فوق كده. يا واد انا شايف حاجات كتيره بتلز وبتدز، ويا الله. نفتح بقى. احب اقول لكم انتوا كل سنه وانتم طيبين، علشان احنا وصلنا دلوقتي تقريبا ل 50,000 او عدينا كمان ال 50,000، فشكرا بيكو جدا جدا. عيد ميلادي ده كان مختلف شويه بصراحه، ان انا الناس بدات تعرفني، بدات فعلا تعرف مين هو كريم عفت، بدا الناس تشوفني في الشارع تقول لي انت بتاع يا ولا يا ولا، وانت بتاع الايس كوفي والكلام ده. انا فرحان جدا جدا، وشكرا جدا جدا ليكم على فكره. طيب نشيل بقى علشان نجرب. دي كده كانت حته صغيره حبيت اقول لكم فيها شكرا بمناسبه عيد ميلادي يعني. طيب نرجع بقى للفيديو بتاعنا. بطلوا بقى افورا بقى والكلام ده. ده الطاجن شكله جامد جدا. جيب بقى البسكويت، اي نوع بسكويت يا زميلي. انت بص اصلا المارشميلو جبت 3، الواحد ب 2 جنيه، والشوكولاته برده ب 2 جنيه، يعني 2 4 6 8، وده ب 2 جنيه على 10. يعني احنا عملنا طاجن مارشميلو ب 10 جنيه ب 10 جنيه. نفتح بقى بسكويت. هو اللي في الفيديو بيقول ان هي جامده جدا، فتعالوا نجرب ونشوف بقى. بسكويت عادي خالص، بسم الله. يا والا يا والا يا والا يا والا، ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي. دوق بقى ونشوف هل فعلا يستحق لقب يا والا يا والا ولا لا. بسم الله. طب هل بقى الشوكولاته بقى اللي جوه ساحت ولا لا؟ دي ساحت لحد ما شبعت. يا والا يا والا يا والا، اوعى المط يا زميلي، اوعى المط. طب ايه، طب اكل ازاي؟ طيب الو الو، انا متمزج انا متمزج. بص 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 المط يا زميلي، بص جامده 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 جامده. ويبقى انا كده قلت لك ازاي تعمل طاجن مارشميلو ب 10 جنيه في البيت. فلو عندك عيد ميلاد، عندك واحد صاحبك عنده عيد ميلاد، اختك عندها عيد ميلاد، اخوك عنده عيد ميلاد، ممكن تعمل له هذا الطاجن جامد جدا جدا، ومش هتتكلف غير 10 جنيه بس. طيب شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. وزي طبعا ما قلت لكم كل سنه وانتم طيبين علشان عيد ميلادي، وانستجرام بقى هنا تنساهوش يعني، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.